تمييز الأشياء والأحجام والألوان. أين الصورة المختلفة؟ أحسنت، الصورة المختلفة هي صورة الكلب. ممتاز، تصحيح حاد. وهنا أين الشكل المختلف؟ جيد جدا، رعاك الله. ركز جيدا وقل أين الصورة المختلفة؟ ممتاز، وفقك الله. وهنا أين الشكل المختلف؟ نعم، بارك الله فيك، فهذا عصفور بجناح واحد، أما الآن فهو يستطيع الطيران.